بسم الله الرحمن الرحيم، طلبة السنة الثانية، السلام عليكم. إذا مع التمرين السابع الخاص بالطاقة الداخلية، نص التمرين يقول: نسخن كتلة مقدارها M تساوي 250 غرام من مادة النفطالين الصلبة باستعمال مصدر حراري استطاعته 100 واط، يمثل الشكل المقابل تغيرات درجة حرارة المادة بدلالة الزمن. المطلوب الأول: حدد الحالة الفيزيائية لمادة النفطالين في المراحل A و B و C. ثانيا: كيف تفسر ثبات درجة الحرارة خلال المرحلة B؟ ثالثا: احسب كلا من ألف السعة الحرارية الكتلية للنفطالين في الحالة الصلبة سي جي، ب السعة الحرارية الكتلية للنفطالين في الحالة السائلة سي ال، و ج السعة الكتلية لانصهار النفطالين ال اف. إذا من خلال نص التمرين لدينا مادة النفطالين هي مادة صلبة، نقوم بتسخينها بموقد حراري أو مصدر حراري فتتغير درجة حرارتها، ومعطى البيان تاع درجة الحرارة بدلالة الزمن. لدينا من خلال البيان ثلاثة مراحل اللي هي المرحلة A و B و C. إذا المطلوب الأول هو حدد الحالة الفيزيائية لمادة النفطالين في كل مرحلة، بمعنى الحالة الصلبة أو نقصد الحالة الفيزيائية هي الحالة إما الصلبة أو السائلة أو الغازية. إذا أول حاجة راح نحددوا المجال الزمني تاع كل مرحلة. لدينا إذا أولا الحالة الفيزيائية، إذا عندنا المرحلة A، إذا تبدأ من صفر إلى، إذا هذه هي المرحلة A، إذا من صفر إلى غاية 4 دقائق، إذا إلى 4 دقائق. في هذه الحالة نلاحظ أن درجة الحرارة كانت 60 درجة وأصبحت 80 درجة، أي ارتفاع درجة حرارة هذه المادة من 60 إلى 80. في هذه الحالة راح تكون المادة كما كانت عليه، بمعنى المادة تبقى دائما في حالة صلبة. إذا هنا حالة الجملة اللي ندرس فيها الآن هي صلبة، فقط ارتفعت درجة حرارتها من 60 إلى 80 درجة نتيجة تلقيها لتحويل حراري. المرحلة الثانية مرحلة بي، من 4 دقائق إلى، إذا لاحظوا هنا إلى غاية، إذا لدينا 6 8 9 إلى 9 دقائق. في هذه الحالة لاحظوا أن درجة الحرارة بقت ثابتة عند 80 درجة، والمادة هذه ما زالت تتلقى تحويل حراري. إذا هذا التحويل الحراري سيؤدي في هذه الحالة إلى تغيير حالتها الفيزيائية، لأننا نعرف بلي عند ثبات درجة الحرارة وتلقي تحويل حراري فإن التحويل الحراري يقوم بتغيير الحالة الفيزيائية. إذا هنا حالة الجملة كيفاش راح تكون خلال هذه المرحلة كامل، أي من 4 إلى غاية 9، راح في هذه الحالة يكون النفطالين يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، من الحالة عفوا الصلبة إلى الحالة السائلة. معنا في هذه المرحلة عندنا النفطالين يكون سائل وصلب كذلك، معنا راح يتحول من صلب إلى سائل، معناه تكون عندنا المرحلتين معا. إذا في نهاية المرحلة هذه راح يكون تحول كامل إلى سائل، ثم السائل راح هو اللي ترتفع درجة حرارته في المرحلة الأخيرة. إذا المرحلة سي من 9 دقائق إلى، نلاحظوا هنايا إذا لدينا 9 10 11 12 إلى 12 دقيقة. في هذه الحالة نلاحظ ارتفاع درجة الحرارة من 80 درجة إلى غاية 100 درجة. في هذه الحالة لدينا التحويل الحراري اللي تتلقاه النفطالين وهو سائل يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته من 80 إلى 100، إذا في هذه الحالة يبقى سائل. هنا نقدر نديرو درجة الحرارة من مثلا هنا 60 إلى 80 درجة، هنا تبقى عند ثبات درجة الحرارة هي 80 درجة، وبالنسبة للحالة الأخيرة اللي هي من 80 درجة إلى غاية 100 درجة. إذا لدينا 3 مراحل، معناه أثناء تسخين النفطالين الصلب راح ترتفع درجة حرارته من 60 إلى 80 ويبقى صلب، عند 80 تبقى درجة حرارة ثابتة فيتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. كي تحول تماما إلى الحالة السائلة تعاود ترتفع درجة حرارته نتيجة تلقيه دائما التحويل الحراري من نفس الموقد، يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته حسب البيان من 80 إلى 100 درجة، راح يكون في هذه الحالة كذلك سائل.
السؤال الثاني قال لي كيف تفسر ثبات درجة حرارة خلال المرحلة بي؟ إذا خلال هذه المرحلة كامل اللي مدتها 4 إلى 9 دقائق، لاحظوا أن درجة الحرارة لا تتغير أي 80 درجة، بالرغم أن المادة هذه تتلقى تحويل حراري. إذا راح نقول بلي التحويل الحراري هذا اللي تلقاه هذه المادة يؤدي إلى تحويل حالتها الفيزيائية من صلب إلى سائل في ثبات درجة الحرارة. إذا ثانيا ثبوت درجة الحرارة خلال المرحلة بي يفسر بتحول النفطالين من صلب إلى سائل، بمعنى أن 80 درجة هي درجة الانصهار تاع النفطالين، أي 80 درجة تمثل درجة انصهار النفطالين. السؤال الثالث قال لي احسب كل من ألف السعة الحرارية الكتلية للنفطالين الصلب سي كلاس، ثم باء السعة الحرارية للنفطالين وهو في حالة سائلة سي ال، أي سي صغيرة جي، وهنا سي ال ثاني صغيرة، وهنا السعة الكتلية لانصهار النفطالين اللي هي ال اف. إذا باش نحسبوا هذو ثلاثة لازم كل واحد راه عندنا في مرحلة، مثلا بالنسبة لألف خاص بالسي كلاس نلاحظوا بلي في المرحلة الأولى أ كنا نفطالين يبقى صلب يتغير درجة حرارته من 60 إلى 80 بدون تغيير الحالة الفيزيائية، بمعنى أنه يتلقى تحويل حراري يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته بمقدار 20 درجة، أي من 60 إلى 80. لهذا سنكتب عبارة التحويل الحراري خلال هذه المرحلة. إذن 3 ألف حساب السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو صلب. إذن أثناء المرحلة الأولى النفطالين يتلقى تحويل حراري يؤدي فقط إلى ارتفاع درجة حرارته، بمعنى راح يتلقى تحويل حراري عبارته هي كتلة النفطالين في السعة الحرارية الكتلية للنفطالين في دلتا تيتا. إذا نكتبوا العبارة هذه نسميها مثلا كي أ يساوي إلى كتلة النفطالين في السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو صلب في دلتا تيتا. إذا ونخرجوا هنا السي جي اللي هو السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو صلب، إذا السي جي تساوي إلى كي واحد على الكتلة في دلتا تيتا. لدينا الكتلة معطاة ودلتا تيتا هي 80 ناقص 60، أما بالنسبة للكي أ ليست معطاة بشكل مباشر، لكن لدينا من خلال نحوسوا عليها من خلال نص التمرين. شوفوا من خلال نص التمرين أن لدينا استطاعة المصدر الحراري هي 100 واط. إذا اعتبرنا الجملة معزولة، بمعنى الجملة المؤلفة من المصدر الحراري و النفطالين جملة معزولة، أي كل التحويل الحراري اللي يفقده المصدر الحراري يتلقاه قطعة النفطالين، راح نحاولوا نحسبوا التحويل الحراري اللي تعطي لنا المصدر الحراري. لدينا الاستطاعة ونعرفوا بلي الاستطاعة تساوي الطاقة المحولة اللي هو التحويل الحراري على زمن تحويله دلتا تيتا. بالنسبة للاستطاعة لدينا 100 واط، دلتا تيتا شوفوا هو خلال المرحلة الأولى، المرحلة الأولى راها من 0 إلى غاية 4 دقائق، إذا هذه هي دلتا تيتا، أي تيتا فينا ناقص تيتا إنيسيال، أي 4 ناقص 0 اللي هي 4 دقائق. خلال 4 دقائق بهذا الاستطاعة نحصل على التحويل الحراري كي أ. إذا لدينا أيضا كي أ وش يساوي؟ يساوي لدينا العلاقة اللي نعرفها، إذا الاستطاعة تساوي الطاقة المحولة على زمن تحويلها، ومنه كي ان تساوي بي في دلتا تيتا، بي في دلتا تيتا، ومنه نرجع للعلاقة السابقة، إذا سي كلاس تساوي كي ان، حول نعوضها بالعبارة تحديدا بي في دلتا تيتا على ام في دلتا تيتا. إذا قلنا الآن تعويض عددي سي كلاس تساوي أي أن السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو صلب. إذا الاستطاعة أعطونا 100 واط. بالنسبة للزمن خلال المرحلة الأولى لدينا 4 دقائق، 4 نحولها للثواني اللي هي نضربه في 60 باش تحول للثواني، على الكتلة اللي هي 250 غرام لدينا نحولها لكيلوغرام 0.25،
في الدلتا تيتا لدينا درجة حرارة نهائية 80 من خلال الرسم، 80 ناقص 60 أي 20 درجة. إذا في 20، إذا راح نصيب سي جي أو السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو صلب تساوي إلى 4800 جول على الكيلوغرام في الدرج. ثم السؤال الثاني قال لي باء السعة الحرارية الكتلية للنفطالين في الحالة السائلة أي السي ال. السعة الحرارية الكتلية للنفطالين في الحالة السائلة نحسبها من خلال المرحلة الأخيرة، لأن في المرحلة الأخيرة لدينا تحول أو ارتفاع درجة حرارة النفطالين السائل من 80 إلى 100 درجة، وكذلك لأن السي هذه نتعامل معها دائما في التحويل اللي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أي تغير المركبة الحرارية. إذا جاوب على السؤال بنفس الطريقة السابقة، لدينا باء حساب سي ال أي السعة الحرارية الكتلية للنفطالين وهو سائل. إذا المرحلة الأخيرة نسميها كيو ثلاثة، التحويل اللي تلقاه النفطالين وهو سائل، ترتفع درجة حرارته من 80 إلى 100 نسميه كيو ثلاثة، تساوي الكتلة تبقى نفسها كتلة النفطالين في سي ال في دلتا في دلتا تيتا. ولدينا نفس الشيء بالنسبة للمرحلة الأخيرة كيو ثلاثة، تتلقى تحويل حراري يساوي إلى الاستطاعة في زمن تحويله. إذا من هذا الزوج نخرجوا سي ال تساوي بي في دلتا تي كما فعلنا سابقا على الكتلة في دلتا تيتا. إذا سي ال ماذا يساوي؟ إذا لدينا استطاعة 100 واط في دلتا تيتا. نشوفوا المرحلة الأخيرة شحال الزمن تاعها. إذا لدينا يبدأ من هذه، إذا دقيقة اثنان ثلاث دقائق، إذا لدينا ثلاثة دقائق نحولها إلى الثواني 60 ثانية، إذا معناها ثلاثة في 60 على الكتلة 0.25 في 20. إذا راح نصيب السي ال تساوي 3600 جول على الكيلوغرام في الدرج. ثم السؤال الأخير جيم السعة الكتلية لانصهار النفطالين ال اف. نعرف بلي السعة الكتلية للانصهار تخص المرحلة الثانية أي المرحلة بي. في هذه المرحلة يتحول النفطالين من صلب إلى سائل. إذا عبارة التحويل نعرفها اللي هي كيو تساوي إلى أم في ال اف، حيث الكيو هذا نسميه كيو ثلاثة كما فعلنا سابقا. إذا جيم ثلاثة جيم حساب ال اف. إذا لدينا كيو نسميها كيو اثنين تساوي إلى كتلة النفطالين في السعة الكتلية لانصهاره، ولدينا كيو اثنين تساوي كذلك بي في دلتا دلتا تيتا. من هذا الزوج نخرجوا عبارة لدينا ال اف تساوي كيو اثنين على ام. إذا ال اف تساوي كيو اثنين على ام، كيو اثنين هي بي في دلتا تيتا، إذا بي في دلتا تيتا عفوا دلتا تي على الكتلة. إذا ال اف تساوي الاستطاعة عندنا 100 واط في دلتا تيتا اللي هو الزمن المرحلة الثانية، راح تشوفوا من خلال البيان. إذا لدينا دقيقة اثنان ثلاثة أربعة خمس دقائق، خمس دقائق إذا في خمسة في 60 على 0.5 اف تساوي 120 كيلو جول على الكيلوغرام. إذا نجدها بالجول وحولتها فقط إلى الكيلو جول على الكيلوغرام. إذا شكرا على المتابعة.